وما قصرتوا على نقصتكم الجميلة. واحدة من المواهب الشبابية الجميلة اللي شاركت في إكسبو المباركية سارة أشرف، منسقة ومصممة زهور جميلة جدا، يمكن شايفين معي على الشاشة مشاهدينا الكرام الأزهار الجميلة واللي منسقتهم بطريقتها وبذوقها الخاص. سارة مساء الخير. مساكم ورد، شلونك؟ ان شاء الله طيبة. الحمد لله، مساكم اجمل من الورد مع الأجواء الجميلة في المباركية والزهور، والجو اليوم هواء جميل يعني مع الزهور والإطلالة الجميلة. شلون شايفة مشاركتك سارة؟ يعني ما دام يعني احنا في الساعات الأولى لمشاركتكم، لكن قاعد نشوفك ما شاء الله متحمسة وعندك روح إيجابية، فشلون شايفة ردة الفعل الأولية للناس ككويتيين قاعد تبيعون هني؟ أكيد ردة فعل الناس وايد جميلة، خاصة لما يشوفون بوث إنه كله زهور والشموع، حاطة أنا يعني شوية شموع وايد قاعد تجذب الناس، والكل يبي يصور، صار البوث عندي مثل الاستديو، الناس جاية وتصور والجو الحمد لله توقع تكون حر أكثر من كذي، بس جميل الحمد لله يعني. إن شاء الله يعني بأول ساعات إن شاء الله الخميس ويمع والسبت إن شاء الله متواصلين. أكيد إن شاء الله، إحنا عندنا يعني شوية تعب لأن أول يوم نحطه كذي، فيكون شوية تعب شوية مو هذا، إن شاء الله باكر نستقر أكثر. أكيد يا حبيبي. أجواءنا جميلة، وين الحر يا سارة؟ تو الناس على الحر راح يكون عليه. الفترة فرق وايد بين فترة الظهر وبالليل، صح؟ الجو وايد يفرق، من الظهر درجات الحرارة وايد تنزل. لا مو حر حر بس الحلو يعني ربيع، احنا ربيع جو الورود والربيع. أكيد. سارة ودي اعرف انت من متى تشتغلين بالزهور وتنسيق الزهور وتنظيم الباقات الجميلة والستايلات الحلوة اللي قاعد اشوفها؟ انا الزهور شغفي الاول يعني، مو من زمان انا منسقة زهور، ولكن اثبت وجودي في هذا المجال 3 إلى 4 سنوات. الناس تستغرب ان هذه المدة القصيرة، ان انا الف الحمد لله ان انا اثبت نفسي في هذا المجال. يعني انا غايتي الاولى مو تجارية كثر ما انا هاوية هذه الشغلة، كثر ما أنا حابة أن أطور من نفسي أكثر في هذه جميل الشغلة. شيء جميل، شيء جميل. يعني أستانس لما يقولون سارة أشرف منسقة الزهور الكويتية، هذا بروحة فخر بحد ذاته حقي. يعني التعاملين مع الزهور الصناعية والطبيعية ولا بس؟ الحين أنا بقول لكم شيء عن الزهور، إن الحين في مثل يقولون ثورة في عالم الزهور. أي. الحين طالعت، أنا أحب أشتغل أكثر شيء مع الزهور الطبيعية، ولكن أي. الحين الشيء طلع جديد أحب أتعامل وياه، ولكن هم يظل الزهور طبيعية خصوصية. البوكي هذا مثل ما شايفين هذا كامل من الزهور، يسمونه الزهور المعالجة، الورد المعالج أو الوردة الخالدة أو الوردة السنوية، هي زهور طبيعية ولكن يعالجونها بطريقة معينة تتم ويانا لسنوات طويلة. هذه بس إذا ممكن ترفعينها عشان يشوفونها معنا مشاهدينا الكرام، هذه من الزهور المعالجة. هذا كامل البوكي من الزهور المعالجة، ما عدا وردة القطن هي تي بس كذي. هذه الهايدرينجا، هذه جاردن روزز، وهذه البيوني، وفي بعد واحدة هني روزز، ووردة القطن حطيت عليها شوية تاتش من الموسس، هذا اسمه سبانيش موسس، فهذا بوكي جدا رائع من الناس اللي ما يعني تبي شيء يظل وياها مدة طويلة. هذا الناس عرفوه يعني، صار بدوي، صار عليه طلبات وايد، عليه طلبات بس الجوري، لكن ان التشكيلة هذه من الزهور الناس مو عارفتها يعني. يقولون صدق في بيوني معالج، صدق في هيدريجيا معالج، بس انا كله جمعته من اماكن مختلفة وكونت هذا البوكي. من وين تجيبينهم سارة؟ من وين تجمعينهم؟ من اماكن مختلفة يعني، ان كل من الكويت ولا من برا؟ من الكويت، احيانا احتاج زهره معينه او نوع من الخضار، ممكن ان انا اجيبه اسوي له اوردر محلات او اللي يتعاملون مع دول برا يستوردون الزهور، يجيبوا لي الزهره اللي انا ابيها لان مو مطلوبه وايد في السوق، فيجيبوا لها خصوصا حق اللي يبيها. كل ورد يعني كل مناسبه لها ورد خاص فيها ساره؟ طبعا اكيد كل مناسبه لها ورد، لها لونها، لها ديزاينها، خاصه الالوان. الالوان ما عندنا عرف معين يقول لنا ان هذا الورد حق مثلا مناسبة معينة، في ناس يقولون الأصفر للغيرة، الأحمر للحب، الأبيض للسلام، إيه هو صار عرف، ولكن ما عندنا قاعدة صحيح لنا أن هذا لازم شري، ولكن احنا نتجنب أن مثلا الأحمر، الورد الأحمر له خصوصية وايد، ولكن جميل بتنسيقه، ممكن إذا احنا بنهدي شخص ثاني مثلا بنهدي صديق، بنهدي مريض، ندخل معه ألوان مختلفة، مثلا ندخل معه الأصفر، ندخل معه الوردي علشان لا نكسر حدة الأحمر. الورد الابيض حق كل المناسبات، الورد أكيد. الابيض جماله بروحه، اذا حطينا تنسيق من البوكيه الورد الابيض طبعا جماله يعني ما 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 يوصف وايد، يعني صفاء صفاء وايد حلو الابيض. اذا ساره قلتي انا صار لي تقريبا ما بين 3 إلى 4 سنين بدات الناس تعرف ساره اشرف كمصممه ومنسقه للزهور، هل يتلج طلبات من البنات؟ نقدر نقول اكثر شيء عشان زينينها كوشتها، زينينها عرسها، باقات استقبال ولادتها، باقات جميلة من الزهور.
أنا يعني متخصصة تقريبا في استقبالات الولادة، ولكن لأن كون إن أنا أشتغل بروحي وأشتغل بمزاجية مثل ما يقولون، فما أستقبل وايد ناس، يعني أخذ مثلا بالشهر استقبالين إلى ثلاث علشان ما يكون وايد علي زحمة، لأني بروحي أشتغل وما أحب أكرر الأفكار عندي، كل استقبال لفكرته لتنسيقه ما أكرر. الحلو إن ما تكررين الأفكار تصير مملة سعد، إذا تكرر أفكار من استقبال لاستقبال أكيد أكيد تصير غيرة النساء. أحب أقعد يعني اللي عندها استقبال يعني ما أتعامل معاها بالتليفون، لازم تجي تقعد عندي تقول لي شنو تجهيزاتها من A to Z، انا اعرف ايه هي شنو تفكر، ايه هي شنو في بالها، علشان اطلع لها الشيء اللي هي تبيه، وبالنهايه تكون الف الحمد لله اكثر من راضيه. حلو. يعني تترك الذوق والتنسيق لي بالنهايه. يمكن السؤال على السريع، دائما الفازات او عمليه الديكور هذه يعني هي شغله اساسيه في عمليه التصميم وايضا النظره لها. صار. صحيح، الفازه هي نص الشغل. نص الشغل، يعني يقول لك مثلا اللي بتروح مناسبه تختار فستان اسود، اللي زهور كذي، اللي بتختار بوكيه تختار وفازة شفاف أسهل لها. أيه. نفس اللي تختار فستان أسود تختار فازة شفاف. فأحيانا يكون الفازة هي ماخذ الشكل كله، ممكن أحط وردة واحدة هي تضفي جمال. صح. وايد على المكان. صحيح. سارة أشرف، أتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله يا رب في مشروعك الجميل الراقي اللي تقعد تسوينه، والمرات الجاية نبي نلتقي معاك وأنت أكبر مصممة ومنسقة الجمهور. عندك مشتل كامل إن شاء الله. إن شاء الله. هو شوف المشاتل الزراعة تختلف عن التنسيق. صحيح. يعني أنا يقولوا لي مثلا يسألوني في الزراعة والأشياء، أقول لهم اللي يزرع واللي يصمم حدائق مختلف عن المنسق. الله يعطيك الصحة والعافية وشاكرين لك. مشكورة أختي وجودكم، ويعطيهم العافية كل الستاف على المجهود الكبير اللي قاعد يبذلونه. الله يعطيك الصحة والعافية. مشاهدينا، زميلنا نجيب القحطاني موجود ايضا في مكان اخر في اكسبو المباركية مع البوثات اللي موجودة عند الشباب الكويتي. فاصل ونروح له.